قال عليه اللجنه يلزمها باش تصفي هالاملاك هذه يلزمها مده طويله وتقنيين كما كان يحكي زميلي باش نتمكنوا من جرد الثروه هذه واضحه في اطارها للتصفيه والمصادره. نجم نقول لك حتى في البترول، حتى في البترول فيهم شكون تحصل على رخص نتاع استغلال نتاع استخراج بواسطة شركات هو استجلبهم من هنا لتونس باش يستغلوا في الواحد، وهذا ملف ربما باش يكون عنده رعايه خاصه في الايام القادمه. هذه ممكن يخرج عليها معناها بالواحد بالعمله السبعه معناها الفلوس البرا هذه. هذه تنجم تكون فيها حتى موضوع عموليات البرا وارد. أما ملف البترول فهو لغز للغاز في النهب والسلب، جبل من الجليد لا يظهر منه إلا القمة. أما ما خفي ويخفى فهو مهول، بل أن شركات التنقيب في حاجة اليوم إلى التنقيب عن تاريخها. أبار اشتريت بأبخس الأثمان ثم بيعت رخصها بأضعاف الأضعاف، وهذه الرخص نفسها التي تمنح لا يعطى بعضها إلا إذا أخذ السيد فلان رشوته. أصحاب الرخص يمرون على الصراط، والتشحيم واجب، والمقابض تدفع في الخارج في مكان آمن بعيدا عن العيون. ثروات الأرض الباطنية سلمها من لا يملك إلى من لا يستحق، فهل يفتح الملف المتفجر والذي يعبق بريحة الغاز والبنزين؟ وصلوا لدرجة أنه معناها باش يرهنوا حتى معناها السوسول نتاع تونس الكل باش يرهنوه لشركات اجنبيه وكلها في نطاق خوصصت كل شيء، انه في الاخر نصبحوا حتى بلادنا والمدخرات تحت القاع الكل تصبح معناها المعطيات الجيولوجيه والمعطيات كل ما هو سيسميك في يد شركات اجنبيه اللي احنا ما عادش نتحكموا في السوسول نتاعنا. مسح نتاع التراب خذته شركه تو معينه؟ معناها عندهم اتفاقيه مع شركه فرنسيه سي جي جي فيريتاس اللي هي باش تولي هي المكلفه بالمعطيات الجيولوجيه نتاع تونس الكل. لهذا انا راى انه يلزم الثوره هذه اذا ما تشملش قطاع كما قطاع ستاغ ولا قطاع شو اسمه ليتاب ولا قطاع ديريكسيون جينيرال هذه الانرجي ولا قطاع اليمين كيما اليمين اللي يسكروهم الكل اليمين وهما منتجين فهمتني، وكيما العمليات نتاع هذا الكل شكون يتحمل الخسائر هذه الكل اليوم وشكون يتحاسب؟ قطاع اليمين وقطاع الطاقه وقطاع الواحد هذا يلزم فيه غربله كبيره ويلزم فيه تصفيه كبيره ويلزم فيه ثوره باش توصل البلاد هذه وفتحان كل ملفات. اليوم ملفات موجوده والناس المعروفه وكل شيء، لكن المشكله ما صار شيء، معناها لليوم تشوف ما تغير شيء وما تبدل شيء وهم بيدهم نفس الاشخاص ونفس بالرغم وجود ملفات كامله موجوده عند لجنه المصادره وعند لجنه الفساد وعند في المحاكم وكل شيء، ولليوم نفس الاشخاص اللي هم قاعدين يسيروا وقاعدين يحكموا. البترول في تونس يسيل اللعاب منذ سنين، فعندما بحثنا في وثائق بدايات التنقيب عن البترول في تونس اكتشفنا حجم الصراع على نفطنا بين عمالقة البترول في العالم، والذي ذهب ضحيته مدير لشركة لاجيب الإيطالي ماتي عندما فجروا طائرته بعد زيارته لحقول البرمة في تونس. هل أتاكم حديث البئر البترولي بقرقن الذي توسط فيه أخ ليلى ودفعت له في الخليج رشوة بملايين من الدولارات؟ ثم هذا البئر بالجنوب التونسي الذي بيعت رخصته بخمسة مليارات لتونسي سرعان ما باعه للأجانب بعد مدة قصيرة بمئتين وثلاثين مليار. ثم فضيحة معمل تكرير النفط التابع لستير جرزونة وحادث الحريق الذي نشب وكاد أن يدمر كامل مدينة بنزرت لولا لطف الله، ثم مسلسل المصفات الصغيرة وما حام حولها. قادنا تحقيقنا إلى مثل يعكس سيطرة البعض على الكنوز الباطنية لأرضنا،
إلى الأراضي الفلاحية بقرعة أندلس، صادف أن تفطن مناقبون إلى وجود نوع من الغاز الذي تعبأ به المشروبات الغازية، وهو بئر غازي لا يوجد له مثيل إلا في جنوب أفريقيا. وسرعان ما سيطر مستثمر كبير على هذه القطعة من الأرض، وشرع في استغلال باطنها في غفلة من أهلها من مالك الأرض البسطاء. شاحنات تصطف كل يوم وليلة من البلدان المجاورة ومئات الملايين تقبض. ذهبنا إلى هناك فوجدنا أصحاب الأرض من الفلاحين البسطاء تنتزع الثروات من باطن أرضهم وهم ينظرون. ينظرون لها بحسرة ولسان حالهم يصرخ: يا رب، هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب أمامي زلال؟ المعمل هذا متاع حسين الدغري جاء اخذاء من عند الشركة هذية وبعت له اصلا تراب اليوم تانا احنا بعته له معناه بالفلوس، قصت له قطعة معناه متاع ارض وبعته له بالفلوس اللي هو متاعنا احنا، معناه الدولة بعت حاجة ما هيش متاح، قصت له معناه كاكا وبناء عليه المعمل هذاك ويخدم توا على روحه معناه هذي اللي معناه. وقت اللي جينا باش ننفذ وحبينا باش ننفذ عليه رفع هو القضية متاعه، اش قال معناها فيها؟ قال اللي نار انا شاري من عند الدولة، شوفوا مشكلتكم انتم مع الدولة، الدولة هي اللي فكتكم متاعكم. من وقتها انا ما عودناش معاه حتى طرح سجا بالطبيعة منتوجها كما اللي مع نهار من الجزائر ومن ليبيا وكل شيء غاز سي او دو. بخلاف هذاك الكليك عنا الاحكام تاعنا الابتدائي والاستنافي والتعقيب وكل شيء، وشات المكيل تو للساعة هذه معناها حاضرة كل شيء. بالنسبة للأرض هذه ذولي تحتها كلها غاز بالطبيعة، بالنسبة للشامبر متاع الغاز هذايا معناها يطلع حتى الشانة للعالية ويطلع حتى البحر متاع القلعة من هكاية وكبيرة ياسر. قلعة الأندلس ايه حتىش القلعة الأندلس. بالنسبة لكم توما عطاوكم شوية تفتوفة تعويض ولا ما عطونا حتى حاجة؟ 15 سنة ما خذينا حتى شيء، ولا معنا بالعكس قاعدين محامين وعدل منفذ وكل مرة ننفذوا بك الحسبة ومحامية تسالنا كذا وكذا وما عطونا حتى حاجة من اللي بدوا يخدموا لهذه الساعة لين انت ماكم جيتنا هنا وصورت. من أنبل التحركات التي شهدها المجتمع التونسي لتعقب الفساد والمفسدين حتى لا يفلت من العدالة وحتى يرجع الحق لأصحابه وتعرف الحقيقة، هذه المجموعة من المحامين التي سميت بمجموعة 25 محاميات ومحامون تطوعوا من تلقاء أنفسهم لتكوين ملفات صلبة لتقديمها للعدالة ضد مافيا الفساد والإفساد. كل ليلة وعندما يخلد الجميع إلى الراحة يتوجهون بملفاتهم وصيدهم اليومي الثمين من الوثائق والمستندات والشهادات والقرائن التي جمعوها بجهدهم، حتى عندما يقدمون القضايا تكون موثقة بصلابة، ولولا جهدهم لما رأيتم مباطرة العفن السياسي والمالي يسالون اليوم من العدالة. الناس هذوما ما كانتش عندهم حزب وإنما كانت عندهم عصابة مفسدين متمكنة من كل دواليب الدولة باش تبتز الأموال حتى من مركز توليد ومركز الرضيع الكل هم. هذا إلى جانب أنهم عندهم هما لهنا آلاف الأعوان بين ظفرين المنخرطين خضر ولا مستخدمين هما ويتقضاو في أجور، وفيهم بطبيعة الحال اللي يزيد هو زاد متفرغ من الإدارة والإدارة تعطيه شهريته. هذا واحدة بعد هذا ملف واحد في قضية واحدة اللي فيه تقريبا 40 مسؤول سابق وزير ووزير أول و و و و واللي هما مازالوا يحوسوا من عام ومن عام وزاد واللي هما مازالوا يحوسوا لليوم. القرار هذا فيه فصل الأول فصل اثنين. فصل الأول يقول في اسم يشكون فلان الفلاني يتمتع بامتيازات ابتداء من 1 فيفري 2001 مثلا، منحة شهرية صافية 300 دينار، منحة شهرية صافية قدرها 50 كلها في الصافي توا 50 دينار مقابل استهلاك الهاتف المنزل، بعدهم 50 دينار على الفاتورة تاع الدار، لما مش بتعطي تقرير ولا تعطي معلومة. أي ولا شنو؟ كمية شهرية من البنزين تساوي 400 لتر